حصلت كده يعني. جميل جدا. طب والصورة دي؟ الصورة دي في السايننج بتاع السينجل بتاعي في فيرجن في القاهرة. دول صحابي من الجامعة، يعني صحابي actually my childhood friends يعني طول عمري، وقم عشان يعني أكيد عشان to support me يعني في السايننج في فيرجن. ده كمان كان في الآخر عشان كان في كل الفانز وكده، وكان في موقف بيضحك. السكيورتي كان فاكرهم فانز فما كانش عايز يدخلهم، كان عايز يوقفهم ما يدخلهمش، وكان ابتدى يقولوا بس احنا صحاب. لا بيقولوا لا، ما كل حد بيقول كده، فما ندخلهمش، بس اهلي دخلوهم في الاخر. الحمد لله. دي كانت في الحفله اللانش، انا وتامارا اختي، وكانت اول لانش عشان عملنا تور، عملنا كايرو دبي لبنان دبي ولبنان. فدي كانت اول واحده، فكانت بتخوف بس كانت اكشلي احلى. كنت عايزه ناس كتير بقى عليك قوي، كانت اكبر حفله في القاهره هنا. ودول اتنين ناس، جان ماري ومراته كارين، وري كي دايركتور كمان في الحفله. الكاست اللي انت بتشتغلي بقى. اه اكزاكتلي. احكي لنا بقى الصوره دي ايه؟ دي كانت حفلة فان ماسكي في الحضانة بتاعتي هنا، ومش عارفة ليه يمكن دي أكتر حاجة ممكن أزعل من أهلي عشان لبسوني كفراغ. أوكي، يمكن أكتر حاجة. لا كنت فراغ ظريف جدا يعني، يعني لغاية دلوقتي يعني بحبها، بس لغاية دلوقتي مش فاهمة مش قادرة أصدق إزاي مين يلبس بنت صغيرة فراغ ضفدع، مش عارفة، بس I love it honestly. زي إشمعنى ضفدع يعني؟ والله لقيت إنه لذيذ كان. طب والصورة دي؟ كانت عند جدي وجدتي في البيت، أنا وقربتي، وأفتكر I was like a year old or something. آه آه a year old. عندك سنة بقى. آه بس ما أعرفش مين اللي معاكي. دي مع مامتها، في كنا عند ناس اصحابنا في المنصوريه، وكانت لارا بتلعب كوره باين ولا حاجه، اول مره واخر مره كوره. اه بكوره ومامتها ماسكاها بتجري وراها. ايه الصورة دي؟ دي في العجمي. دي في العجمي. اه في العجمي، وانا دايما كنت قاعد مع بناتي الاثنين. دي تمارا قاعده على حجري، ولارا قاعده جنبي وبتكلم معاهم. ده في البيسين مع لارا. دي حلوه قوي. بتحضني لارا حنينه اكتر من اللازم. اكتر من اللازم. واختها كمان. ده فين؟ في المنتزه. في المنتزه. اه دي صح. one of my best friends كمان ندى، و لا obviously بنلعب مع بعض، مش عارفه it's just a typical picture. شيرين، نفسي اسالك في منطقه انا عارفه انك انت ما بتحبهاش، بس انا لازم اسالك فيها. اتفضلي. انت نفسك لارا ترتبط برجل شكله ايه؟ مواصفات الرجل اللي انت تحب ان لارا ترتبط بيه. رجل يحترمها وياخد باله منها، ويحب المزيكا والغنى. لا مش شرط يحب المزيكا. لا لازم يعني يحترمها وياخد باله منها بس. ده كل طلباتك؟ اه بس فعلا ده اخر كلام؟ اه جواب نهائي. طب احنا دلوقتي هندخل على كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف كل واحد هيعترف للتاني بموقف او حكايه او موضوع حابب ان هو يقوله له، وفضل فتره ما عندوش الجراءه انه يقوله. ممكن يكون حادثة صغيرة، ممكن يكون حاجة تافهة، بس هي موجودة جواه ونفسه يعترف بيها. أنا طول الوقت كنت بعمل نفسي فعلا قوية قوي في الأكاديمي، يعني كنت أكيد كنت بعيط قوي، يعني كل حد شافني كان بيشوفني بعيط، بس ولا مرة عيطت عشان كان أهلي، يعني كنت بشتاق لأهلي أو I miss them، ودي ما كانتش الحقيقة. بالعكس يمكن كانت كل حاجة ال triggers أو ال بيدي البوش للعياط اللي كان بيحصل من ورا حاجات تانية، كانت فعلا إنه فعلا اهلي كانوا اكزاكتلي. وبعدين يمكن كمان كل حد كان شايف انه في الاكاديمي جالي كده، جالي ايمج انه انا دلوعه اهلي وما اشتغلتش عشان حاجه عشان يجيلي حاجه. انت تثبتي العكس فما توريش ان اكزاكتلي وحشين. فكان طول كان يعني لا اكيد كل حد كان عارف ان انا قريبه قوي من اهلي، اكيد بس اكيد كنت عايزه تغيري الصوره دي. كنت عايزه اغير الصوره واوري انه انا لأنه لارا اسكندر just a girl لوحدي independent و I don't need anyone. وكان العكس
تماما يعني كنت طول الوقت قبل ما انام يعني افكر انه طب بيعملوا ايه دلوقتي، طب مبسوطين معايا. واكيد لما واحد يبقى جوه الاكاديمي بيبقى صعب شويه انه يفكر كتير قوي بيحصل برا، عشان لما بنفكر اللي بيحصل برا بنخاف شويه. عشان كده اهلي عملوا ديل انه مش هيقولوا لي اللي بيحصل، وانا عارفه انه كان في حاجات كتير قوي يعني يمكن كانوا زعلانين منها، بس I lived for the moment. يعني شيرين دلوقتي هي اعترفت ان هي كانت ضعيفه جدا وتعبانه جدا وبتعيط طول الوقت عشان مفتقداكم، لكن مورياكم عكس كده. انت بقى ده اكيد احنا كنا حاسينه، بس انا عندي حاجه اقولها على الجيل دلوقتي، مش بناتي بس، لانه بناتي الاثنين يعني انا مع ان انا ممكن اقول لهم اي حاجه ضدهم، انما مرات بحس انه بنات يعني مش بيسمعوني او مش بيسمعوا النصيحه، دايما فاكرين هم عارفين ومش بيحبوا يسمعوا. بس بعد كده لما بقول لهم من فضلكم اهدوا شويه واسمعوني بيسمعوا، بس دايما الجيل الجديد ده دايما بيقاطع وهو بيفتكر ان هو عارف. واكيد ما فيش اهل مش هيعوزوا حاجه لاولادهم اكتر من احسن حاجه عشانهم، فخبره الاهل اللي هو وقعنا في اخطاء واحنا صغيرين واللي هو بيقول صح وغلط عدينا فيه، فلو اقدر اقول نصيحه لاولادي ويسمعوني دي بالنسبه لي هتبقى احسن حاجه. هم بعد كده يعملوا هم عايزينه، بس على الاقل يسمعوا للنصيحه ويسمعوا لافكارنا، ده اللي انا بطلبه بس. يعني انت نصيحتك ليهم ايه؟ ان هم يسمعوا كبار؟ يسمعوا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. يحكموا. انا ومراتي عمرنا ما فرضنا على بناتنا حاجه، دايما بنتناقش معاهم وبنقنع بعض، لانه اديناهم يعني قاعده كده وهم صغيرين احنا مطمنين عليها ومستريحين منها. الحاجة الوحيدة ان هو في سن هم دلوقتي انه عايزين نقعد نتكلم معاهم ويسمعوا لنا، وبعد كده هم يعملوا اللي هم شايفينه صح. طب لارا، احنا عايزين نختم الفخرة بتاعتنا دي بأغنية تغنيها، تبتدي انت في الغنى ويكمل معاكي شيرين، ايه رأيك؟ لا نفس الأغنية مش عارفة. No, انا I'll surprise you. اوكي. هتعملي له مفاجأة يعني. مفاجأة كبيرة. اوكي. You mind mic. Okay. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, oh, stand by me now. When the light that we'll look upon, oh, should crumble and fall, all the mountain should crumble to the sea. احنا بنشكركم، بنشكرك يا لارا فعلا، وبنشكرك شيرين، بنشكركم على صراحتكم كمان. هنطلع لفاصل ونرجع تاني.